به فقد اهتدوا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأدلة كثيرة والموضوع مهم، ولكن جاء توجيه من الجهات المختصة جزاهم الله خيرا، وبتوجيه من سماحة المفتي بإيقاف المحاضرة نظرا للأوضاع الراهنة. فنسأل الله عز وجل أن يرفع ما نزل بالمسلمين من بلاء، وأن يجعله طهارة ورحمة لعباده المؤمنين، وأن يقينا وإياكم شر هذه الكوارث والجوائح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.